إذاعة إيت راديو، أهلا وسهلا ومرحبا. الحجر الصحي يعيش معكم مباشرة في مقر إذاعة إيت راديو. حاتم شخبارك؟ كلشي بخير الحمد لله. والله إلا مزيان وانت مومو. الحمد لله كلشي بخير على خير. كاين بزاف ديال الأخبار، هناك بزاف الأخبار وخصوصا الأخبار المتعلقة بالدراسة. نعم، بالتربية الوطنية. السيد الوزير سعيد أمزازي طال بزاف ديال القرارات اللي اعلن عليهم اليوم، غادي نسمعوهم، غادي نقولهم لكم، غادي تقولنا الراي ديالكم فيهم. غادي نقرا لكم السيد اعلن وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومه سعيد أمزازي اليوم الثلاثاء ان الوزاره قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليميه الى غايه شهر شتنبر المقبل. وتابع السيد أبزازي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين أن الأمر سيقتصر فقط على تنظيم امتحان البكالوريا من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجاوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر. إيش حاس بها أنا هذه؟ شنو يعني؟ هذه ديال شتنبر. ديال بنا ما رجعت حتى سبتمبر. ما كنتيش حاس بامتحان في سبتمبر. كنتي حاس أنا منطقيا صراحة كادي يديروا خاص اقسم شحال تقسموا على ثلاثة مينيموم اللي كيقرا فيه ثلاثة يصبح يقرا فيه 10 يعني شحال مقسم شحال كي غدير هادشي اللي كيف ديال الاساتذة وديال الناس اللي ينظموا داك الشيء خصو يكون اكثر من عادة. وهذا المعنى ديالو انه خصكم تكملوا الدراسة عن بعد. دابا راه تلقى كاينة دابا اليوم راه ياك عامة الفرحة دوش صراحة أنا زعما تخيلوا راسنا كنا كنقراو وقالوا وقع هادشي كله والحجر الصحي وجالس هنا في الدار واحد الوقيتة قال لك وزارة التربية الوطنية صافي القراية حتى سبتمبر. ما نفرحش أنا. وماي ماي جوان جوي أوت أو سيرتو في ليطا أكشوال دي شوز ما عرفتش راسك واش تمشي عوت لا واش تمشي للبحر ولا هذا. ربع شهور ما أشغل الدريف سبتمبر ديال رجوع القراية ما كيعرفوش يهضروا ناسيين شتيلو يقول لي واحد صعب يقول لي كيفاش كنسميو داك السيد اللي واقف تماك أستاذ نساو وا زوينة هاد العيبة هادي اللي ما حلقات تماك شنو هي صبور هادي بزاف غادي نحددوا معكم هذه النقطه هذه مزيان. واخا غادي نتكلموا على النقطه هذه مزيان، نحددوا هذه النقطه هذه مزيان وغادي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الباك المستويات الاخرين المستويات الاخرين كلهم استئناف الدراسه في شتنبر شنو معناه وهذا الشيء شنو هذا الشيء غير الابتدائي ولا من هذا الشيء. انا جاني واحد الميساج من عند الوالد les autres niveaux vont passer à la classe supérieure suivant les notes qu'ils ont eues jusqu'au 14 mars. Examen bac 1 au mois de juillet, bac 2 au mois de septembre. Où les contrôles faits à distance ne sont pas comptés. Les autres niveaux vont passer à la classe supérieure suivant les notes qu'ils ont eues jusqu'au 14 mars. C'est plus logique. Sous les universités. سول الوالد على الزيتي عمي ليزيفرسيتي شنو غادي يديروا جامعات اوي هاي هاي اليوم البلانينغ صوبتوا لي لوغو داك الشيء كلاس كلاس اون كولور اي وي اون كولور فين هي السياسه التقشف اللي بدينا حنايا في الاذاعه سيدي حنا ما خدنا راه القضيه واقفه وكنت امبريمي لي انا بالكولور انتم تسطيتوا ولا مالكم هذه وقيته ديال واحد امبريمي كولور هادي واحد الوقيتة واحد امبريميش كاع ما يضيعش ديبرونش ديك لامبريمونت بعدا هي الأولى هادي الوقيتة ديال واحد كحلو بيض تيبان داكشي حزين لا ماشي كحلو بيض ماشي تا كحلو بيض هادشي غادي نشريو أسيدي باش نقتصدو حيت حنايا في الاقتصاد شحال أنا أسيدي كنقتصدو حنا في الاقتصاد الأيام هادي هادشي ماشي وقت سبوعة والطباشير لا ماشي سبوعة والطباشير مثلا سبوعة والطباشير مثلا مزيان ايكونوميك ولا غادي أصلا تفضو الشعاع الضو نار تفضو ليش عدو من تي امني وابدا نوريكم اقتصاد تا ها ما انا دابا ما انا تفنى الضو اش وقع واش وقع تفهم الميكرو ها فين غادي فين غادي انت فين غادي ها فين هو غادي هو غادي هادشي اللي كاين ما تبقاش امبريميو ليا غادي تنقلو الميل يوصلكم ميل غاشوكم الالوان غادي ترسموا الطابلو
ترسموا لي لي لوغو واحد يرسم واحد يلون هادشي اللي كاين تعمروا لي هادشي كامل الفيديو بعد ما نديرو هادشي عطا الله نزل اليوتيوب عاد تفرجوا في الفيديو هادي غير طافي نتو بعد ما نديرو اقتصاد تخيلونا لا كان بانو من الاقتصاد اخويا مزيان معلوم الاولويه للاقتصاد سيدي القضيه واقفه القضيه واقفه اقتصاديا شنو نديرو اخويا اسيدي اسيدي فين غادي غادي هو غادي غادي اخويا المهم الاقتصاد الله يجزيكم بالخير هزينا ريدويات طفينا الضوء في ستاندرد في الضوء تمت في الضوء كيفاش علاش ماشيش صحيح ما كنسمعكش انا سامي جيش صحينا شنو واقع في خاصنا نديرو خاصنا نحدو شنو وقع البارح حيت البارح اخيرا كليتو البيسرة صح البيسرة البولو كليتوها بعد استنتكم بخير واخا نعم شنو في ستاندرد الاقتصاد تقمن الاقتصاد قديم شنو المشكل عندك باش على قبل الضوء في الستاندرد كيفاش نعم لا ما شعل راه كتشوفي شعل من هنا كتشوفي شعل هذاك اوتوماتيك هذاك الا مشيتي تما تيتشال هذاك ديال ديتيكتور دو موفمون هما اصلا جالسين تما كاين ما كاينش مشكل ما تحركوش با دو موفمون با دو موفمون با ديتيكسيون با ديتيكسيون با دو هاو طفى هو شي اللي بطفى لا انا اللي طفيتو هذا انا اللي طفيتو لا هو ها هو لا شكون اللي تحرك هذاك اوتوماتيك عرفنا اوتوماتيك ما تحركوش تخمم شويه فهمتي هزو تيفهم شويه ما تعيقش بكم الضو طبيعي اقتصاد دابا ليكرون شعل مراد ليكرون طفيه لاش نطفيك انا اليوم باغي نبدا الاقتصاد زيد شنو اخر اقتصاد فيه والطياب الطياب نقدروا نديروا بعدا خشب وعويفيه والحطب الدوش انت بغيتي تشعل عافيه انت انا الدوش بالماء بارد تحيد الماء سخون انا حيدته انا خصك تحيدو انا حيدته صافي من اليوم خصك قبل الماء بارد الماء بارد احسن الماء بارد احسن حيد سميتو الحمام مره واحده في السمانه هذاك الشيء اللي كاين لا ماشي بالنسبة لي اصلا داك معاك لا لا انت مولات الاقتصاد اقتصدوا من ناحية شنو؟ من ناحية شنو الاقتصاد؟ الماء عندكم حق في قرعة واحدة في النار وحدة صغيرة وحدة صغيرة كبيرة واحدة صغيرة غلطين من بعد الروبيني شنو اللي كاين؟ شنو آخر؟ زيد عاوتاني نقدروا نبداو ناكلوا الشجر إلا بغيتوا عطا الله الحمد لله كاين شجر هنايا كاين فاريتي مختلفين ماشي الشجر ديالنا الشجر ديال الجيره اللي مدلي علينا هذاك نبداو به نقدروا نتساليو عاد ندوزو لديالنا هادشي كاين نقدروا نبداو به هادشي اللي كاين صافي الاقتصاد اسيدي الاقتصاد متفقين معاك هادشي كاين دونك ستوندار الله يخليكم الضو تما هذاك اوتوماتيك بديتور موفو ما بقاوش تحركوا هادشي كاين فهمتي باش تهضروا مع بعضياتكم سميه ما تدوروش على مخكم نعطيك واحد النمره والورقه باش تعطيك ورقه باش تعيطي للسيد بشويه باش ما تشعلش الضوء. جد لي ما يعيقش بينا الضوء. هادشي اللي كاين صافي شكرا شكرا سامي شكرا سامي. قسم بالله البارح ايماجين البارح بقيت جالس وكنفكر في هذا السيجي هذا وما سمعتوش ما سمعتوش وكنفكر فيه وقلت بصح خصني نهضر مع مومو ونشاطر معاه الراي ديالي جوستومون الاذاعه ديالو راه عندها صدى وهي معروفه زعما يقدر يسمعها وكنت خايف غير لا تريب الحفله قسما بالله. كنت كنقول تخوف لي عند الوزاره مناش من سنه بيضاء كنت خايف لا يردوا الدراري للقرايه وفي هذا البريود هذه مازال ما ناقصنا نتخلطوا مع الناس هادشي مناش كنت خايف لا ما صحاش والله الا جا هاد الشيء هذا في واحد الوقيته صوابا طافي والله الا مزيان اللي زاد انا عجبني الحال اسيدي والله العظيم الا مع هاد الصباح بون نوفيل شديناها الحمد لله كنت كنقرا مع وليداتي وعندي دو زونفو كنخدم معاهم وبيت مع ولدي الكبير قلت ليه شوف لا تيلي خدم معاهم شي حاجه في الثقافيه ولا طوندو نخدم مع اخوك الو كسبك لا حتى سمعت تشت سيام زازي كيدون نقول حبست كل شيء حتى سمعته زعما قرار صائب وفعلا كنت كنخمم فيه انا والزوج ديالي كنت كنخمم فيه هذا الاسبوع وانا نقول لي شوف اسيدي محمد راه الا قالوا لي ما يرجعوا الدراري انا ولادي راه ما نخليهمش يرجعوا قال لك الوزير انه سيتم احتساب نقاط الفروض المراقبه المستمره المنجزه حضوريا يعني داروا في القسم مشينا الى ان الوزاره ستعمل كذلك على مواصله التفعيل الاستمراريه البيداغوجيه الى نهايه السنه الدراسيه لفائده هذه المستويات من اجل استكمال المقررات الدراسيه وتوفير الدعم التربوي اللازم عبر الحرص على استمراريه عمليه التعليم عن بعد.
وشدد في هذا السياق أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد، وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذة والتلاميذ، كونها ستؤثر إيجابيا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف. هادشي اللي قلت لكم قبيلة، العام الجاي مع الأساتذة ما غاديش يعقلوا عليكم، راه ما كملتوش العام ما غاديش يعقلوا عليكم. حمزة غادي يبكي حيت طفنا عليه الضوء. شد البكي، شدك البكي ياك ياك آه. نص كحل نص بيض، هو سي ارتستيك خويا خويا. سياسه سياسه التقشوف، هادشي اللي كاين اخويا. اقتصاد قضيه واقفه اخويا، هادشي خصنا نديرو، ما كاينش، هذا هو الحل، هادشي اللي كاين. لا بغيتي استمراريه؟ نعم، حتى من بعد ان شاء الله، حتى من بعد ان شاء الله فاش يرجع الامور بخير وعلى خير مقاده، هذيك الساعه شعلوا الضواوات سيدي، شوف الروبنيات محلولين، ستروبوسكوب وي، الروبنيات محلولين والماء مشرشر والضو شاعل ليل نهار، كاين شي حد ما كاينش واحد. لا كنضحك معكم، حتى في هذه الايام هذه خص دائما اقتصاد، دائما اقتصاد. ليلى، شخبارك ليلى؟ وي وي مومو، اشخبارك؟ كلشي بخير؟ عليكم السلام. مرحبا، الله يبارك فيك. شكرا لك هشام بكري، مرحبا لنا. انتما مع الكونفينمون كيداير السي حكيم؟ بخير الحمد لله، الحمد لله كلشي بخير. زعما كنشكركم بزاف والله العظيم لا منسينا. بغيت نهضر على هذه القضيه اللي هضر عليها الوزير. الصراحه انا عجبني الحال بزاف، انا عندي ولدي في الباك وعندي بنتي طرون كومان. حنا ملي بدا الكونفينمون، ملي بداو الدروس عن بعد، وحنا لا انا لا باباهم، واخا باباهم كيجي كيكون خدام يعني النهار كامل، ولكن يعني كما كنقولوا مكاجين معاهم يعني الوقت الصباح خصهم ينوضوا تيخدموا، معولين على المؤسس كان خصو يكون الوطني. هادشي اللي كنقول انا لولدي ديما، كنقول لي ديما بريباري راسك على ان المؤسس يعني في الوقيته ديالو يقدر يكون، وكاو كان شي شونجمون راه مزيان داكشي اللي بغينا. ودابا بقينا كنفكروا الصراحه هذه تقريبا واحد السيمانه ولينا خايفين، كنقولوا ملي غيولي دي كونفينمون مشكله، كيفاش غنصيفطوا وليداتنا للمدرسه؟ الصراحه ولينا كنخافوا من الاجراءات، ما عرفناش واخا تكون حنا كشعب واش غادي نكونوا فعلا يعني في مستوى هذاك دي كونفينمون ولا لا. اجتماع تقدر تعيط لاعضاء اللجنه؟ نعم اه تفضلوا. اعضاء اللجنه من جوا؟ تفضلوا سيدي. تزا حمزه انت عضو من اللجنه. تفضل سي حمزه. تفضل سيدي تفضل. عارفين علاش دير الاجتماع؟ لا نعمس وصوتكم قليل كيهضروا صوتكم مقسوم الدور. فين مقسوم الدور؟ الاقتصاد دابا ما نقصش. شو 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 الو السلام عليكم. عليكم السلام. اخبارك لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله كلشي بخير. مرا حنا بدينا اقتصاد، كلشي بدينا في اقتصاد اهو من اليوم. من اليوم اخبارك؟ مزيان مزيان. اخبارك في الضو؟ في كلشي دابا طافين الضو. كلشي نديرو ليميسيون في الظلام، ما كاينش. نعم علاش؟ اقتصاد 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 طاقة اقتصاد حفاظ على الطاقة. وتانتي خصك تدير اقتصاد. انا ديما كندير اقتصاد ماشي غير دابا. مزيان كتعرف مزيان امي انت كتشعر وانا كنطفي. شرافه امي. عيطنا لك باش حيت البارح صوبت لهم بصره الملوك شانتيو. صوبنا الشانتيو وصراحه باش تقول لي صراحه شنو كي جاتكم غزلان؟ ما كليتيهاش؟ لا سي دقتها. كي جاتك صراحه؟ صراحه نهضروا صراحه نهضروا صراحه. عجبني داك الكو ديال الملوحيه مع الحلاوه جا زوين. الكو ديال الملوحيه مع واخا اوكي ملي كتاخذ داك التمر بحال هكاك المهم واخا واخا واخا. وداد انا صراحه عجبتني غير انا ما كناكلش التمر. واخا سلكات راسها مزيان، سلكات راسها مزيان هذيك. قلت لك ما كناكلش التمر. ساميه انا صراحه عجبتني زوينه 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 فكره زوينه. نبقاو نديروها في الليل. اوكي علاش علاش ما درتش اشباح في الليل؟ انا زعما كان صحابي يديروا اشباح في الليل. انا كنتسنى كنت صوب علينا. كتسنى انت تصوب عليكم؟ شونتيو وبلاتي امي مي مي وصوبت بصاله الملوك البارح وصوبت اليوم في واحد المقله اللي عندنا خطيره هنايا كتلصق كتحرك وصوبتها مزيان. تبارك الله عليك صوبتها مزيان. عتقتها وتقطع حمزه؟ ايوا انا درتها في المقله اللي كتلصق. وانا كنت عارف انا بقى كتلصق انايا. ما كنتش عارفه. ما كنتش عارفه انا. ما كاين مشكل. اذا شفا اذا الى كان
إذا لصقت إذن نشفتها نشفتها شوية آه داك الشيء باش تدخلني الشكل فيها خالتي أنا واش هي خصها تكون شوية محرحرة ولا خصها تكون محرحرة ها إذا غلطنا محرحرة وخاص يكون باقي الحليب كيبان وكل شيء كيبان إذا خصنا نعاودوا اليوم عاوتاني إن شاء الله حيت البارح جات البارح جات بحال داك الأومليت المشتتة لا لا بحالك بحال لي زيو بغوية ويني واحد الساعه راه كانش بيصاره واحد الساعه كانش بيصاره تخبر تقدر تقول امي زبغويه كاع فاش شنو امي زبغويه اه بحال لي زبغويه هادشي كاين عاد تقولها بغيت مشتت كل شيء يفهمنا كل شيء يفهمنا زعما داك البيض مشتت وانت عجبتك هادشي المذاق مزيان انا كليتو المذاق مزيان وين تنظن الا كانت شويه ليكيد غادي تجي تبنان اه خاصها تكون ليكيد عندك حق لان هي كتغمص فيها هي كتغمص كتغمص كتهز طريف ديال التمر وشويه البيض وداك الشيء وهي كيبقى باين فيها الحليب جاريه كتبقى جاريه هي كتبقى جاريه واخا البارح غفلات ما كتلصقش ما تكونش ملصقه ما كتكونش ما قلتوش انتما مقله كتلصق قبل ما نبدا انايا وحيت بديتي حنايا يلاه جايين نعاودوها ايوا ما كاين مشكل دابا التجربه ما كاين مشكل المذاق كان زوين بعدا لا المذاق ديالها زوين هي ولكن إذا كانت جارية غيكون مذاق أكثر حسن يكون حسن يكون حسن إذا درتها وجربوا تشوف المذاق يكون حسن وشكون هي اللي ما كتاكلش التمر؟ وداد ما كتاكلش التمر وداد إوا ما ديري شوية بلا تمر أييه ديري ديري صبرا بلا تمر دير فيها اللوز دير فيها اللوز قالت لك اللوز لا عشان ندير فيها الزبيب راه جديد كاين بوجوه كاين ها معلوم تقدر تشوف 5 كيلو في بداية رمضان ديال الزبيب ما عرفتش علاش انا كاع لا ماشي 5 كيلو ديال الزبيب كيلو ديال الزبيب بزاف شحال تقديتو لا ما خديناش كاع الزبيب نهائيا غير كان كان واخا حمزه شنو الراي ديالك في بصاله الملوك البارح الراي ديالي ولا الراي ديالك الراي ديالي صراحه ملي دقتها زوينه غير هو انا زعما ما نقدرش ناكلها بزاف حيت كلشي عارف انني ما عنديش مع الحليب ما عنديش مع الحليب الحليب عرفتي حاتم كنتي كتهضر وكيشوف لك حاتم واحد الشوفه ديال سبحان الله العظيم لا عارف هو غريب شويه في الماكله عارف ماشي ياكل كل شيء عارف حمزه هذا داك الشيء الحليب ما كنشربوش واخا واخا المهم هادشي اللي كاين هي راه زعما صحيه هي والله الا صحيه جدا وبنينه وبنينه جديده وكتشد حيت كتكون في السحور ما كتحسب شي حاجه في الصباح ما كتحسب شي حاجه النهار كله ما كتحسش بالجوع شتي دابا كنت سحرتو بها كما راكمش سخفاني بحال هكذا دابا حيت كلشي سخفان لا ما دانيش الناس بحال دابا وداد ما تكتهضر معايا بعيد على الميكرو بحال هي بحال زعما حنا جالسين مع بعضياتنا جالسين كنتحتو هنايا ماشي في الراديو هنايا ولكن واحد القضيه خصكم تفطروا تعشاو بعدا تعشاو ماشي غير تسحروا بها هي تاكلوها غير هي لا خصكم تعشاو حنا مي حنا ما بين الفطور ما بين السحور كنبقاو نقبوا اش كنديروا؟ كنخليو الفطور محطوط كنخليو الفطور محطوط باش ما يضيعش داك الشيء كنبقاو كل واحد يمشي ياخذ بريواش بكيه ما يخصش شي واه خالتي ياك شي واه لا حقه وطريقه لا خاص العشاء لا كل عشاء كل عشاء كل عشاء ماشي مع الجوج لا العشاء قبال لا العشاء مع هذيك لا انت ما عرفتيش بانني حتى كنوض ونتسحر وعادش كنصوب السحور 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 كنتعشى وكنتصوب كتكلف الدقيقه في الدقيقه شوف الدقيقه الاخيره كتصوب هذيك الساعه كتصوب هذيك الساعه ديال السحور ماشي ديال العشاء كاين امي كلهم سخفانين ناس سخفانين والو حاجه لا 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 صحنا من بعد صحنا من بعد حنا تنقزوا العشاء حنا من الفطور للسحور ولا لا ايوا ديما شي حويجه عاد كلها هي من بعد عاد كلها ديروا ملي تبغيو تاكلوها كل شي حاجه قبل صوبوها شي حاجه خفيفه هكا كفيته ولا ديستيك ولا شي حاجه كلها هي وي كنا ماشي وصفة واحدة أخرى فاش في الماكلة شي وحدة بحال هذه خفيفة بحال دابا هذه تغيض 5 دقائق تنطلع أنت ناضي ما كاينش هادشي هادي دابا ديال السحور هادي اللي عارفة أنايا كاين الخليع
تخليع كنديرو حتى هو كيتصاوبو في الصحور تيكون حتى هو ساهل دغيا دغيا كتجبد الخليع كتقطعو كتفقس عليه البيضات الخليع عندنا امي الخليع عندنا في واحد المشكل كي نشف لا واش جبنا العايم في الزيت فهمتي ما جبناش داك الخليع اللي فيه شحيمه بيضاء اللي دام ما فيهش دام هذا ديال جبتو الخليع ديال الريجيم واقيلا معليش زيت العود جيبي لي خليع الريجيم علاش واقيلا ما جابوني شكون فيكم باغي يدير الريجيم شكون شكون باغي يدير شكون باغي يدير الريجيم عرفتي امي هاد الخليع عاد كطيبوه كيولي بحال جديد كيولي بحال كيرجع لجديد كيولي كيرجع باللور كيفاش كطيبوه علاش كطيبوه علاش كيفاش كطيبوه ما خصوش الطبيعه خصو يتحط هكا كنيشن ولا كيسخن ولا كتحطوا ديك الساعه هكا كتحطوا مع ديك الزويته ديالو ديال العود هو راه عندي انا مش راه ما كليتيش عندي انا كنصوب دائما داك ديال الريجيم اوكي زوين ايوا خصو يكون عايم ملي تقاد الزيت خصك تغطي عاوتاني الزيت مازال فيه الزيت ديالو مازال الزيتون اللهم بغيت نعرف الخليع ديالي دائما هو الخليع كتبغي تاكلو كتقطعو وكتحط عليه وكتكب عليه شويه ديال داك الزيت اللي فيه هو فهمتي اخا واذا بغيتي ولا بغيتي دير فيه البيض الخليع ما كيطيبش في هذا ما هذاك الشيء علاش هذاك الشيء علاش طيبناه طيبناه حنايا في المقله وداك الشيء تيقصح لا كتقرمنا لا طيب حتى كاع اللي بغيتي طيبوه مع مطيشه طيبوه مع مطيشه مع مطيشه توب عمركم 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 كيتو عمرك كيتو ما عطيتش شحال من جد الوصامي حنا دبرنا على الوصفه الوصفه لا الوصفه اللي بغيتي ديرو بمطيشه كتقطعو مطيشه وشويه ديال الثومه شويه ديال المعدنوس وهذا وداك الشيء بحال صوص طوماط ولكن كتكون مقطعه وكطيب حتى كتنزل وعاد ديك الساعه كتقطع فيها هذاك الخليع ما تخليهش حتى كطيب هي انا ما فهمت والو هنا كيتاح من الفوق من الفوق حتى كطيب مطيشه كتقطع داك طريفات الخليع وكتديو تجيبهم صافي كتحطو مطيشه شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس صافي غنتسحروا بقى نسحروا بيه اليوم أيه صحرو بيه مزيان بحال بحال غيديروا مطيشه والبيض لا زيد البيض بعدا خص زيد البيض لا كيدار مع سيدار مع البيض كيدار مع البيض كدير مطيشه مع بخليع وعاد واه جد بزاف كاع سي توب لا كيجي زوين زوين مو مسامي عقلتي على الوصفه عقلت عليها صافي وهذه سهله بحال بغيتي تصوبوا بحال بغيتي تصوبوا الكبده مطيشه بحال بغيتي تصوبوا البيض ومطيشه داك الطيب ديال المطيشه هو هذا غير انما الخليع ما ديروش من الاول معلوم تم بعد باش يبقى مزيان طريفات غير تديو تجيبو في الاخر في هذيك لاصو اييه بغيتي ديروا البيضات ديروا البيض فوق منه بغيتوا تحطوا بحال هكا سميتو حاتم مهتم بزاف بهذه الوصفه هذه جبات خلي جات هضر وانا تنتخايل فهمتي تنتخايل داك مطيشه تنتخايل داك الخليع تيعوم في وسطها والبيض تيتفقع ديروا لك حاتم ديروا ان شاء الله من يدوز ان شاء الله ان شاء الله لك تخيرك واخا امي الله يحفظك امي صراحه يلا حي يلا دابا خاصك توجدي لنا دابا توجدي لنا الوصفه الجايه مي غير الوصفات الخفاف رابيد ساهلين ما فيهمش قوه بزاف ديال المقادير فيهم ثلاثه المقادير ماكسيموم مزيانين صافي هادو كاين هادو كنديروهم في رمضان في السحور كنديروهم وغالبا غالبا كنديرو في السحور غير هذا الخليع فيه البيض اولا الخليع بوحدو كيكون ناشف هادشي اللي كاين صافي وعاد كاين واحد كاين واحد السحور ماما كتصوبنا زوين كتصوبنا الخبز مفقود في السحور بان بيردي بان بيردي سيور بان بيردي سنيدة ولا بالعسل هذا كنا كنديرو تاو عبر البيت تاو سيور حنا تنعيطو له هذا هذا كنا تنديرو بزاف تاو مع تنحطو في السحور مع هذا البصالة الملوك بصالة الملوك واو بصالة الملوك شوية الخليع إلا كان الخليع وداك فقاس اللي كتعقل عليه ديال الحليب كتعقل عظيم عظيم ما عندناش فقاس حنايا لا ولكن هذا فقاس خاص رمضان هذا خاص ديال رمضان واحد فقاس ديال الحرطب لا ماشي رطب كنفزقو في الحليب شوف الاخر كل واحد كياكل زيفه الحليب كيدير فيها شويه فقاس شوف نسى شي حاجه شي حاجه السيريال داك الشيء نسى نسى شوف فقاس بحليب مانيفيك عمرك شفت كيجي لا كلي شوف هاي دوب شوف قصات في الحليب ولا في اتاي كاع
لو هذا هذا خاص ديال رمضان، هذا كنقولوا ليه في القاص تاع رمضان ديال الحليب، ديال الحليب ماشي كيكون صغير وهو ماشي معناه كيطيب في ماشي معناها زعما صوب الحليب، لا في قاص الحليب. اذا هذاك فقاس كيصلح ديروه في الحليب بحال الكوفلاكس ولا لا باش يدوب وتفرتشت، هو كنديروه صغير وفيه التمر، هذا كنديروه غير صغير وكيف زق دغيا، كيف زق دغيا ما فيش اللوز ولا شي حاجه، لا فيه غير داك القوام ساهل اللي كيديروا في هذا الحليب، فيه النافع والزنجلان والكا وداك الشيء، وهذا خاص تاع رمضان صافي ديال رمضان كيتباع. وكانوا ديك الساعه الدراري الصغار كانوا كياكلوا كل شيء تبارك الله. زعما كات 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 ديال الماكلة اللي حطاتو كي من 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 الحلقة ديال ديال العدس ولينا كات كات ولا بحال شي طاحونة اللي كتحط انا كدوز كلشي، ما كاينش ما كاينش بحال حمزة انت الحليب ما كنشربوش، لا ما كاينش. زوينة هذيك الأيام، زوينة زوينة ايوا امي، ومازال ايام زوينين. شكرا امي نحبك، شكرا. عاد بعد ما تخفاني عاد شنو ما تيكون له الماكله والفقاس والبطيشه غادي يطيحوا، غادي يطيحوا الجوع. اخ اخ ما بقاو قوالو، صبروا صبروا. هادشي راه ساهل، هادشي ساهل، بغيت الطوبور راه ساهل، ساهل هادشي ساهل هادشي ساهل. فقاس فقاس شويه صعيب، فقاس شويه صعيب. لا لا هذاك فقاس ما يمكنش، هذاك صعيب، ما يمكنش صافي حيدات لكم كاع هذاك. ماشي 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 فقاس اللي كناكلو ديال ديال الدوزات هاي وداك، لا هذا سبيسيال اخر، هذا شكل اخر كنصوبو كنضربو فيه تمر في حق في رمضان. ايوا الحمد لله امي راه كلشي باغي يدوق، هادشي اللي قلتي كلشي باغي يدوق كاع، كلشي فختو ان شاء الله ندوقو، ندوقو ان شاء الله نحضر بهم. الله يحفظك نحفظك امي، شكرا امي، حاتم بنات كل شكرا، الله يبارك فيك، الله يحفظك امي، شكرا بزاف، يلا الله يعاونكم حبيبي. امين. الله يخليك. شي حاجه خاصك والو؟ سلامتك حبيبي، سلامتك، الله يبارك فيك، يا ربي امين، الله يبارك امين، نحفظك، نحبك امي. انا حبيبي كنموت عليك كتعرف. الله يحفظك امي. هذه 27 دقيقه هو كي وقال لك كيتم على 27 دقيقه عندك سنة ما قلت صوت الماء ديال السبيت باش الله المغربي انا مغربي شنو تشوف مغربي مازال ما متن ولا ودن ودا زمانه 27 وهذه 23 خونا كنشرب منتوج مغربي، ما كنشربش منتوج انايا ديال السميت. سوليوني ولا لا مروكو مروكو صافي. هو الاخر او ثاني ها الثالث ثلاثة شي تسمعوا 25 نعم. لكن دابا كيولا كيطوال نعم نعم خديجه مرحبا خديجه. السلام عليكم مومو بخير، لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير مرحبا. حاتم بخير؟ بخير كلشي بخير. غتجي تعاودوا لنا جوعدوا لنا كيفاش مدوزين الحجر الصحي، الحوايج اللي تعلمتوا الحوايج الزوينه اللي درتوا. 0 35 300 300 داكشي خديجه معيطه لنا حيت هي في دارها في دارها درت بزاف الحوايج. كل حاجه قبل ما نقول لك انا في داري وما كنخطاش داري غنقول لك بعدا تحيه كبيره لك مومو، وتحية كبيرة للحاتيم والبنات اللي في السوندار وحمزة، وأنا راه ديما معكم وديما مونسيني، وأنا في داري وما كنخطاش داري، وفي هذا الحجر الصحي استفدت بزاف ديال الحوايج. أنا عندي أنا من الحسيمة، أنا من مراكش ولكن عايشة في الحسيمة هذه 4 سنين. أيه. عندي بنيتها عندها 2 عام و3 شهور. استفدت معها بزاف لدرجة أنني علمتها لي زالفابي، وهي يلا دابا عندها 2 عام و3 شهور، علمتها الألوان، تعلمت واحد الحاجه اللي الام ديالي كانت كديرها قبل، وانا دابا عاد عطيتها وقتها انني خدمت الكروشي، كنخدم هذاك الكروشي اللي قدرت نخدم به ديك الكابات، عرفتي هو مامو شنو هما هذوك ديال شنو تصاوب الكروشي بحال الخياطه، الخياطه الخياطه بالصوف فوالا بالصوف الخياطه بالصوف فوالا هذاك اللي كيخدم بالكروشي صعيبه صعيب. قدرت نخدم 4 ديال الكابات، حتى المهم راني خدامه في الرابع البنيته ديالي، قدرت نخدم به دوك الديكورات ديال الصينيه اللي كيمشيو مع البراد. توب برافو عليك برافو عليك، يعني عرفتهم عرفتهم اللي كيتحطوا مع الصينيه اللي كيتحطوا منهم البراد دوك اللي كيتحطوا مع البراد، القبطه ديال البراد اللي داك اللي كيتفرش في الصينيه،
تقربت من بزاف ديال الحوايج، تقربت من البنيته ديالي. شي مرات كنشوف انه جو غادي يدير، كنحاول نخلق السعاده من والو. هادي واحد دو جوغ طلعت للسطاح، قادي الطبيله، حطيت الفطور تما، وتخيلنا بحال رحنا كنفطروا حدا البحر، ولكن انا راه قاده طبيله كنفطروا في السطاح. يعني الواحد خاصو من لا شيء يخلق شي حاجه. شنو تجيب السطاح خرجتي به؟ درت طبيله وقديت الفطور، وتخيلنا راسنا راه حنا برا، حنا راهي في السطح كنفطروا بوحدكم. غير بوحدكم نتوما؟ بوحدكم في الدار؟ بوحدكم غير انا وراجلي؟ لا ماشي في الدار، انا كاينه غير انا وراجلي وبني عندها عامين و ثلاث شهور. وحدنا مزيان. لا مزيان مزيان مزيان. لا مزيان تحيه كبيره. والراجل والراجل كيعاون؟ لا راجلي ما كيعاونيش لانه خدام. ما يعاونو شويه صافي صافي. وانا فرحانه بزاف بعدا سمحوا لي انا ستريسي لانني ديجا معكم في الراديو، لانني ديما كنسمع لكم. وتحيه كبيره لكل حاتم وعلى المجهود اللي كديروا معنا. هذا واجب، هذا واجب. لا هذا واجب على الراس، هذا واجب. يا كبيره 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 لكل العظيم. الله يحفظك، هذا واجب. لا مرحبا مرحبا خديجه، والله العظيم هذا الشيء تحنا نديروا كروشي. وبلاتي بغيت نقول لك واحد الحاجه. شنو اخر؟ علمت انني قد ملفي في الدار ديال علمت ملفي، والله العظيم ملفي وفخوماج غوز الفرماج الاحمر، تعلمت اني نقدو في الدار والله العظيم. والله عتيب ملفي تقولها يعني راجلي فاش داقها صدم، قلت لي هادي راه مصيبه غير في الدار. والله العظيم الفرماج الاحمر بطريقه ملفي وفرماج احمر واحد. لا ملفي تعلمت نقادها، والفرماج الاحمر توا تعلمت نقادو في الدار. تعلمت تصوب فرماج احمر تيتصاوب بطريقه لا بالحليب. وبغيتي انني مراكشي الا بغيتي نعطيك حتى لا غوسيت ديال الطنجيه في الكوكوت ساعه، وهي عندك طيبه الا بغيتي. ديروها كاع يوم البلان هذا بجهده والله. واخا لا الطنجيه كتجي معلكه يا سلام في الكوكوت بلا فرماتشي بلا والو. هي سميت عيط لك. يا سلام. هي سميت عيط لك. برافو عليك خديجه، حاجه الصحي في دارك دوزها مزيان، الله يكمل بالخير، يكون خير ان شاء الله. وبرافو عليك يا شهيتينا، نكونوا عايشين دوزين، حاجه الصحي بحالك في الدار. برافو عليك، غادي نصيفطوا لك باك داري في كسكسو باش للابداع. مازال فيه كسكسو مويان، فيه كسكسو عادي، فيه كسكسو كومبلي، فيه البلبوله، فيه الشعريه ديال الصفا. انا الرباح هو انني معكم اليوم صافي فليزير. وشكرا لكم بزاف، وتحيه كنعاود نقولها ونقولها هي كبيره كبيره لك على المجهود اللي كدير. تحيه الحاتم حتى هو مرحبا عليكم والهلاي يخطيكم. شكرا مرحبا لله. وغادي نبرعوكم بال كيلو د فخفال و500 ديال ليليس والطرصاد والكوكيمو وداكشي كامل غادي يوصلك تكتشف فيه على خاطرك، وفيه القفال ديال الهلاخ فيك. الهلاخ فيك. شكرا بزاف شكرا بزاف مومو. شكرا. شكون اللي كيونسنا في رمضان؟ شكون مومو؟ واعره انت خديجه، واعره سولتي وجاوبتي. شكرا بزاف خديجه، شكرا بزاف. لو بروميي سيرفور ديزيني برون alors la balle dans la main ouverte et immobile. Ouverte et immobile. Ah waouh. Lors du service la balle doit rebondir une fois sur le terrain du serveur puis une fois sur la moitié de table de son adversaire, sans toucher le filet. Ah, voilà. Si la balle touche le filet, le service va être rouge. On dit que le service est net ou net. Voilà. Chaque joueur fait deux services de suite, chacun son tour, dans un premier temps. Puis si les joueurs atteignent chacun un score de 10 points, le service change à chaque point. Ah. Joue, chaque joueur fait deux services de suite. Chacun son tour dans un premier temps, puis si les joueurs atteignent chacun un score de 10 points, le service change à chaque point. Mais nous sommes là. Ok, ok, mais chez les rebats. Chaque joueur fait deux services de suite, chacun son tour dans un premier temps, puis si les joueurs atteignent chacun un score de 10 points, le service change à chaque point. Peu importe, je vais te dire. Bien wesh, bien wesh. Quel zrib, quel zrib, quel zrib.
بعد الماتش. شو قالك فهاد شو قالك؟ تلفت. كان خصني نعاود الفطور. غتسمحوا لي واحد الدقيقة؟ علاش؟ مشيت واحد اللعيبة. أنا خصني نبدا واحد اللعيبة باش نربح. ياه؟ لا لا بدا. سمح لي جيت دابا. توت سويت. مالي جيت دابا. سير شوف شنو بغيتي. كاسكيطة خصني نبدا كاسكيطة مهمة جدا. كاسكيطة. 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 نزل باش نزين راسي. انا غدا جاس ها نجلي واحد صبعتك كبير لا لا دور دور الحركه